انضم الينا عبر الهاتف عضو المجلس البلدي سبا سيد ابراهيم محرز. سيد ابراهيم اهلا وسهلا بك على قناه التناصح، ولو تحدثنا عن البيان الصادر عن قبيلتي اولاد سليمان والمحاميد والذي تبرأوا فيه من كافه المجرمين. بدايه مساء الخير لك وللساده المشاهدين. مساء الانوار حياك الله. طبعا الاحداث اللي مرت بين سبهم خلال اليومين الماضيين هو عبارة عن مجموعة قامت بالاعتداء على مواطن في الطريق الدائري لمدينة سبا، وهذه ليست الحادثة الأولى اللي تحدث داخل المدينة. قيام مجموعة بقتل مواطنين أبرياء داخل المدينة، على غير ذلك تم تشكيل قوة مسلحة من اللواء السادس مشاه، وتم مداهمة أوكار المجرمين والعصابات المتحصنة داخل أماكن معينة في مدينة سبا، على ضوء تم قتل مجموعة منهم والقبض على مجموعة أخرى. هذه المجموعة حاولت أن تنسب نفسها إلى قبيلة المحاميد معروفة داخل الجنوب الليبي. على بين ذلك تم الاتصال بأعيان وشيوخ قبيلة المحامين الذين تبرعوا من هذه المجموعة اللي كانت تقوم بعمليات السطو والإجرام والقتل داخل مدينة سبا، والأمر هذا يستنكر ويستهجن كل سكان مدينة سبا اللي بالكامل كانوا ضد. طيب والسرقة والإجرام داخل المدينة. طيب سيد محرز، كيف سيؤثر هذا البيان على الأوضاع داخل مدينة سبا، وهل هي حاليا تشهد هدوء أم لا زالت الاشتباكات مستمرة؟ الاشتباكات وقفت منذ يوم الأمس، تقريبا تم السيطرة على المشهد الأمني، ونتوقع بعد هذه الأحداث اللي حدثت خلال يومين القادمين أن نشهد تحسن في الوضع الأمني، لأن الكل يعلم الأصابع الاتهام التي كانت تشير في السابق إلى قيام هذه المجموعات بالتحصن داخل هذه الأماكن التي تم اقتحامها وقيامها في عمليات السطو والإجرام والاعتداء على المواطنين داخل مدينة سبا. بالمقابل نتيجة لاقتحام أوكار هذه العصابات تم الإفراج على مجموعة من المختطفين، وجود مجموعة من السيارات المسروقة، وجود كميات من الأسلحة والذخائر عند هذه العصابات. أتوقع أن خلال الفترة القادمة نشهد تحسن ولو نسبي في موضوع الأمن والاستقرار داخل مدينة سبا. طيب هل يعتبر هذا الاتفاق على وقف الاقتتال مبادرة سلام دائم بين القبيلتين، وماذا عن مخالفة هذا الاتفاق؟ طبعا القبائل بكل مسمياتها ومكوناتها ترفض رفضا تاما الاجرام المنسوب الى قبيله من خلال افراد محسوبين على هذه القبائل. تم في السابق اعلان ميثاق شرف ورفع غطاء اجتماعي عن المجرمين من كل القبائل. الان في المشهد اللي حصل نقدر نقول ان تم تطبيق هذا الميثاق اللي تم الاعلان عليه بشكل فعلي وعملي داخل مدينه سبا، لان اللي شاهدناه ان قبيله المحاميد اولاد سليمان بكل اطيافهم وكل بيوت هذه القبائل رفضت انتماء هذه المجموعات الاجراميه لهذه القبائل، وتم رفض انضمام هذه المجموعات حسب على أي قبيلة هذه القبائل. نعم، عضو المجلس البلدي سبا سيد إبراهيم محرز كنت معنا على الهواء، شكرا جزيلا لك.